مساء الخير، ضيف علامة استفهام لهذا المساء الدكتور حسن عبد رب المصري، الصحفي والكاتب المصري. على مدى حلقتين في علامات استفهام، كل حلقة من ساعة تلفزيونية، نحاول أن نقرأ 4 كتب حول ظاهرة الإخوان المسلمين. البرنامج ليس سياسي، وبالتالي يرصد حالة تراثية لا علاقة بالتاريخ، لا علاقة بالثقافة، لا علاقة أيضا بحكاية هذا الحزب، هذا التنظيم، هذه الجماعة، جماعة الإخوان المسلمين. أهلا بك دكتور حسن عبد رب المصري. وإذا أن أضيف للمشاهد بأننا خلال هذا البرنامج، بالإضافة إلى معلوماتك الشخصية، استشرنا مجموعة من الكتب. الكتاب الأول الطريق إلى الاتحادية، الملفات السرية للإخوان، وتأليف عبد الرحيم علي، وهو من منشورات المركز العربي للبحوث. هناك الكتاب الثاني الإخوان، فتاوى الأقباط والديمقراطية والمرأة والفن، وهو تأليف عبد الرحيم علي. الإخوان المسلمون بين الابتداع الديني والإفلاس السياسي، وهو تأليف علي السيد الوصيفي. وأيضا الكتاب الأخير كان تجربتي مع الإخوان، تجربة شخصية، تجربتي مع الإخوان من الدعوة إلى التنظيم السري، للدكتور السيد عبد الستار. طبعا مجموعات أكثر من ذلك بإمكاننا أن نجد في مكتبي حالي كتب عن الإخوان المسلمين، أولا لأن الحكاية ما زالت ساخنة تستحق كل ذلك، ثانيا لأن هذه الحكاية حكاية جدل بين منطقين في مصر حاليا، صح. الأول يدافع عن الإخوان المسلمين وعن مسيرة الإخوان المسلمين، والثاني ينتقد أو يقيم هذه التجربة. أولا أريد أن نبدأ معك دكتور حسن عبد رب المصري حول تاريخية هذا التنظيم. لماذا في لحظة معينة تم إنجاح فكرة أطلقها حسن البنا اسمها جماعة الإخوان المسلمين؟ أي سياق تاريخي فرض نفسه في هذا الشكل؟ هي مش لحظة بعد إذنك، هي مجموعة من اللحظات لما تترتب مع بعضها تؤدي إلى المحصلة التي تفضلت بالإشارة إليها. البداية كانت سنة 1928، وبالمناسبة في سبتمبر الماضي 2013 مر 107 عام على مولد حسن البنا، حيث هو من مواليد 1906. اللحظة كانت شخصية جدا على مستوى الإنسان، وهو حسن البنا بعد تخرجه من دار العلوم عين مدرسا في مدرسة بمحافظة الإسماعيلية، كان يميها اسمها مديرية الإسماعيلية، على خط قناة السويس ما بين السويس وبورسعيد. ويبدو أن الرجل كان فاضلا في أخلاقه، كان فاضلا في تعاملاته مع الناس، وبحكم البيئة في هذه الفترة كانت الإسماعيلية مقسومة إلى قسمين، قسم للأجانب وقسم للمصريين، بحكم تواجده وتردده على المقاهي الشعبية في هذه المدينة التف حوله بعض الناس، وبدأ يكلمهم عن الأخلاق وعن معاملات الرسول عليه الصلاة والسلام وضرورة العودة إلى دين الله، وأنتم لا تعرفوا دينكم. مجموعة من الأصدقاء، يقال أنهم 6 أصدقاء على وجه التحديد. كانت ظاهرة رائجة أن يأتي شخص يتكلم عن الدين بغض النظر عن موقعه الديني، عن الأزهر، عن المؤسسة الرسمية الدينية. كانت مهمة جدا في هذه الفترة أن يكون أواسط الناس قادرون على توصيل هذه المفاهيم إلى الناس، خاصة وأنه أنت لازم تبصلها من زاوية أن مصر في هذه الفترة كانت مستعمرة، الحرب ضد توسيع رقعة العارفين بالدين كانت قوية. ولذلك لما تسألني تقول لي إيه اللي خلى المسار يكون واضحا في الفترة ما بين 28 و35، أقول لك أنه في هذه الفترة كان الشعور الشعبي بسقوط الدولة العثمانية متأجج، وبناء عليه أي كلام في الدين كان يكتذب الناس. الثانية أنه في هذه الفترة انتشرت على مستوى أن الشعور الشعبي كان يعتبر أن هناك هزيمة للمسلمين، ولا يعتبر أن هناك هزيمة للاستعمار العثماني. لا هزيمة للإسلام، هزيمة للإسلام، وبناء عليه زي ما حسن البنا كان يقول لهم، آخرون كانوا يقولون لهم أن ابتعادكم عن الدين هو الذي خرب عليكم هذه العملية.
أيضا في بعد سقوط الدولة العثمانية صارت في مجموعة من الدول العربية دعوة لأن يكون رئيس هذه الدولة أو ذاك خليفة للمسلمين، فكان هناك دعوة لكي يكون السلطان فؤاد خليفة للمسلمين. النقطة الثالثة، ودي بشهادة عدد كبير من الباحثين، أن الرجل كان منطقه سليما حسن البنا، وكانت أخلاقه حميدة، وكان يبدو في هذه الفترة من 28-35 أن سلوكه مطابقا لما يدعو إليه. لهذا السبب المجموعة التي أحاطت به، وكان يلقي درسا كل يوم ثلاثاء في الإسماعيلية، قالوا له طب ما تعمل جمعية عشان الناس تعرفك وعن الناس، أو عشان الناس تبقى حواليك وهكذا. في الإسماعيلية ما كانش له جهد واضح لعدة أسباب، أولها أن المدينة صغيرة، ثانيا كما أشرت من قبل المدينة منقسمة بين الأجانب من ناحية والمصريين من ناحية ثانية، ولذلك لما انتقل إلى حي السيدة زينب في مصر في القاهرة القديمة زادت شهرته، واعتمد في هذه الشهرة على أمرين لا خلاف عليهما. الأمر الأول أنه كان لا يفرق بين السكان الموجودين في هذا الحي، وهذا الحي كان بطبيعته حيا تجاريا، ولذلك تتعدد فيه الأوساط الاجتماعية من موظفين إلى تجار إلى طلاب علم إلى حرف بسيطة إلى، ولكنه استطاع أن يجمع كل هذه المجموعة مع بعضها. الأمر الثاني أنه لم يفرق بين أحد وأحد، لا على المستوى الاجتماعي ولا على المستوى المالي ولا على المستوى الاقتصادي، ولذلك انتشر ووصل به الأمر أنه كان أكثر شهرة من بعض السياسيين في هذا الوقت. هل كانت دعوته، هو طبعا كان يتكلم بصفته رجل دين بصفته داعية ديني، أم عنده مشروع سياسي أيضا؟ هل كان في تلك الفترة في 26-35 بدأ يتبلور مشروع سياسي؟ لا، حتى هذه اللحظة دعوة. نعم، حتى هذه اللحظة وسنوات بعدها، حتى بداية، حتى عند تعيين تنصيب الملك فاروق بعد وفاة والده، كانت كل هذه الفترة دعوية وخيرية، ولا شيء فيها ولا صلة لها بالسياسة إطلاقا. كان ينطلق من منطلق النهج الدعوي، النهج الخيري، النهج الذي يعيد الإنسان المصري المسلم إلى حيث يجب أن يكون وفق قرآن الله سبحانه وتعالى وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. في الفكرة فقط أريد أن أعرف ما هي الصلة ما بين تفكير حسن البنا وتفكير سيد قطب، هل هو متكامل متناقض هل هو متصل؟ هو في شيء من الاتصال، ولكن على الفرشة العامة وعلى التطبيق هتجد هناك كثير من التناقض، إلا إذا كما يقول بعض الناس أن المنطلق الذي انطلق منه سيد قطب هو التنظيم السري الذي أنشأه حسن البنا، ولكن هناك فرق كبير بين نهج الدعوة ونهج الخيرية كما أسسه حسن البنا على الأقل حد سنة 1940، وبين النهج الذي تبناه سيد قطب قبل أن يسجن سنة 54 ويخرج سنة 64 ثم يسجن مرة أخرى سنة 65. هناك فرق شاسع يمكن أن نلقي عليه الضوء من خلال النقاط التالية. الأدبيات كلها بتاعت الإخوان المسلمين التي ذات الصلة بحسن البنا لا تنسب إليه دعوة إلى الإرهاب إلا فيما يتصل بالتنظيم السري، ولكن منذ خروج سيد قطب من السجن سنة 64 ثم دخوله مرة أخرى والحكم عليه بالإعدام، كانت دعوته صارخة ضد التنظيم الحاكم وضد الثورة وضد الضباط، بل تقول بعض الوثائق المصرية أن سبب القبض عليه سنة 65 بعد سنة 65 بعد خروجه من السجن بأشهر قليلة هو أنه ما توفر لدى الحكومة المصرية من دلائل وقرائن تفيد بأنه يحض على القتل ويحض على الاعتداء على المجتمع ويحض على الانقلاب ضد السلطة الحاكمة. هل هذا يعني أن الإخوان المسلمين كفكرة هم أكثر تواؤم مع الملكي، مع الملك فاروق، أكثر من الضباط الأحرار، وبالتالي هل الملكي كانت تقبل بهم أيضا؟ لا، هم ما كانوش عندهم استعداد لأن يتعاملوا مع أي نظام حاكم إلا إذا كان تحت سطوته. أقول ذلك وأنا على يقين منه، لأنه في العصر الملكي حاولوا كثيرا من خلال حكومات الأقلية ومن خلال حكومة الوفد ومن خلال تعاملهم مع القصر أن تكون لهم اليد العليا. أيضا في العصر الجمهوري جمال عبد الناصر، حتى في الكتب التي قرأناها هناك روايات عن ما قام به الإخوان المسلمين
لنصرة الملكية ضد أو الملك ضد المعارضة التي كانت موجودة باسم الوفد أو غير ذلك. ليس من منطلق أنهم يميلون إلى هذا الطرف ضد هذا الطرف، ولكن من منطلق الانتهازية السياسية ليس أقل. ولذلك أفرق بين جماعة الإخوان المسلمين من 28 إلى 40 والجماعة الإخوان المسلمين من 40 ولحد الوقت الحاضر. لم يناصروا القصر إلا لكي يكونوا شوكة في حلق الوفد. لم يلتموا في حضن الأقلية إلا نكاية في الوفد. لم يتعاملوا مع المحتل بعد سنة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية إلا نكاية في الأطراف الثلاثة. دخولهم في تحالفات مع الدولة المحتلة بدأ من الضباط المخابرات الموجودين في السفارة البريطانية في القاهرة تحت دعوة محاربة النازية ومحاربة الشيوعية، ولكن هي في الحقيقة كانت لضم هذه القوة الإسلامية المتصاعدة في المجتمع المصري لكي تمنع الوفد من أن يكون ذو أكثرية شعبية، وتحرم القصر من ادعاء أنه يحارب من أجل طرد الإنجليز من مصر. دكتور حسن عبد الله المصري، كيف لحسن البنا هذا الشخص الوحيد الفريد أن يبني هذا التنظيم، هذه الفكرة، هذه الجماعة، هذه الكتلة التي أصبحت تتخاطب مع كبريات الدول في العالم؟ ما سر ذلك؟ سر ذلك ينحصر في مجموعة من النقاط التي أشهد أن الباحثون فيها أثبتوها بكل صدق وأمانة. وأيضا أعود إلى الفترة من 28 ل40، لأن هناك تغير كثير جدا وجذري في حركة الإخوان المسلمين من 40 لحد الآن. البداية كانت تلقائية تقابل حسن البنا مع بسطاء الناس، واحد. اثنين، العزف على وتر أنهم يحتاجون إلى الله سبحانه وتعالى، وليس هناك وسيلة لكي يعرفوا الله سبحانه وتعالى إلا من خلال الدروس الأسبوعية التي يلقيها حسن البنا. العنصر الثالث هو أن كل من كان يتقدم للمشاركة في هذا الموضوع يحط بضبابية، وهذه الضبابية مشوقة للشعوب المتخلفة. فلان الفلاني بيتكلم كذا وكذا وكذا، لما تيجي تسأله تقول له منين جبت الكلام ده ما يتكلمش. الجماعة الإخوان المسلمين تقوم على السمع والطاعة، تقوم على العهد بين الفرد وبين المرشد العام، وتقوم على الخلايا العنقودية التي لا يعرف بعضها عن بعض. من أوجد هذه القواعد، هذا التنظيم؟ هذا التنظيم، هذه القواعد التنظيمية اتوجدت من سنة 38 لحد سنة 48، لأن الميل إلى التنظيمات الخفية كان هو الذي يسيطر على فكر حسن البنا والمجموعة التي تحيط به. الرجل كان بسيطا جدا للغاية، وكان تلقائيا جدا في معاملته مع الناس، وكان ذو شخصية مؤثرة في الآخرين، ولكن في مجال البسطاء. لما أحاط به مجموعة من العقول المفكرة التي آمنت بالفكرة، أصبحوا يجدون أنفسهم في ظل نوع من الغيبية بعيدا عن هؤلاء البسطاء. هل من تأثر من هؤلاء النخب الذين تأثروا بحسن البنا، هل صادروا حسن البنا لمشاريع أخرى؟ يقال أنه التنظيم السري صادر حسن البنا وفكرة الإخوان المسلمين لصالح مجموعة التنظيم السري في المرحلة الأولى، ولصالح القطبيين حتى اللحظة الراهنة. لأنه سألتك منذ قليل هل كانت دعوته سياسية أم دعوية، فقلت أنها دعوي، يعني أن كان سعي دعوي. نعم. عندما تحدث عن تنظيم سري، لماذا التنظيم أولا، ثانيا لماذا سري، وبالتالي هناك شيء نخفيه؟ الإخفاء بدأ مع تأسيس التنظيم السري، لأن كانت الدعوة لتأسيس التنظيم السري لمحاربة جبهتين، الاحتلال البريطاني من ناحية والصهيونية من ناحية أخرى. ولذلك كان يفترض أن يكون هذا العمل سريا ومخفيا لكي لا تعلم به القوة العظمى المتجبرة الموجودة في مصر، وهي الاحتلال البريطاني. وللأسف الشديد، نعم، هناك بعض العمليات التي قامت بها كوادر الإخوان المسلمين ضد الاحتلال البريطاني، ولكن هذا انقلب فيما بعد إلى نوع من الاغتيالات التي بدأت بالخزندار وانتهت بأحمد ماهر ومرورا بمحمود النقراشي. وهناك من يقول أنهم كانوا يعدون لاغتيال الملك فاروق نفسه،
في محيط ميدان العباسية، عندما عرفوا أنه سيكون في مقدمة الجنازة التي تشيع محمود فهم النقراشي، ولكن حسن البنا وآخرين حرموا التنظيم السري من هذه العملية. السرية هنا كانت تقوم على افتراض النضال ضد الاحتلال من ناحية والصهيونية من ناحية الأخرى، ولكنها استمرت إلى وقتنا الحاضر، حتى كل مرشد عام ينتخب ينتخب في سرية. وأشهر هذه الانتخابات ما جرى بعد تشييع أحد المرشدين إلى مثواه الأخير، وانتخاب أو المبايعة، مبايعة المرشد الجديد في المقابر. هذه السرية هي التي تفرض عليهم الآن في اللحظة الراهنة أن يكونوا ضد النظام الذي يتولى الإدارة في مصر. تتحدث عن أنه قامت سلسلة اغتيالات، ويبدو أن هذه الاغتيالات هدفها قلب نظام الحكم في مصر والسيطرة عليه، بغض النظر عن قدراتهم السرية على إحداث عمليات يعني سرية أو اغتيالات من هذا النوع، هل كانوا يملكون السيطرة على الحكم؟ هل كانوا يملكون العسكر؟ هل يملكون الإدارة؟ لا، هم الشارع. هم لم يكونوا، هم يظنون أنهم يملكون الشارع، ده ظن. محاولة أو السعي إلى أن يكونوا هم المسؤولين عن إدارة الدولة ثبت فشلها خلال العام الماضي من يونيو 2012 ليونيو 2013. لكن هي القضية إيه؟ أنهم كانوا يفضلون في مرحلة من المراحل من 52 لحد أنور السادات أن يكونوا هم القوة التي تملي على الحاكم ما يفعله وما لا يفعله. لما حصلت ثورة 52 قيل، وربما يكون هذا صحيحا، أن جمال عبد الناصر وبعض الضباط الأحرار الآخرين كانوا أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين، ولكن القضية الأساسية أنه المرشد العام الذي تولى الموضوع بعد حسن البنا حاول بأكثر من طريق أن يفرض إرادته بالقول الفصل في كل قرار أو مشروع قرار يقوم به مجلس قادة الثورة، ولكن عبد الناصر رفض وحسم هذا الموضوع، لدرجة أن المثال الأكبر الذي كان معبرا إلى محاولة اغتيال جمال عبد الناصر هو اتفاقية الجلاء، جلاء القوات البريطانية عن مصر. قالوا له لا، لازم نبص في كل بند ونوافق على كل بند، ونحن احنا اللي نقرر في نهاية الأمر إذا كنت تتوقع ولا لا. فقال قولته الشهيرة: أنا ما تخلصتش من الحكم الملكي عشان أقع تحت حكم ديني. وكان ذلك معبرا لمحاولات قتله سنة 54. هذه المحاولة تكررت بعد أن أطلق أنور السادات سراحهم من السجون، هذه المحاولة تكررت مع حسني مبارك، ولكن النظام العسكري الذي كان يدير الدولة في هذا الوقت حجمهم بشكل أو بآخر. معلومة أن عبد الناصر وبعض الضباط كانوا جزء من الإخوان المسلمين، أولا هل المعلومة صحيحة دقيقة؟ ثانيا هل هذا يعني أنهم كانوا يعرفون أو كانوا وراء الانقلاب أو كانوا على علم بالانقلاب أو بالثورة إلى آخره؟ هو عضو وآخرين كانوا أعضاء في التنظيم، نعم، ولكن ما شكل هذه العضوية؟ لأن هناك مستويات كثيرة جدا تنضم تحت لواء الإخوان المسلمين، واحد. الثانية، لا، بكل حزم لم يكن أحد يعرف بموعد قيام الثورة 23 يوليو سنة 52 إلا مجموعة الضباط الأحرار. ثلاثة، الدليل على ذلك أن المرشد العام في هذا الوقت الهضيبي، المستشار الهضيبي، كان يقضي إجازته الصيفية في الإسكندرية، ورفض أن يعلن تأييد الجماعة الرسمي لهذه الحركة المباركة إلا بعد أن غادر الملك فاروق الإسكندرية إلى إيطاليا أخذا بالأحوط. ولكن مجرد أن مجلس الضباط الأحرار بدأ يدير الدولة طالبوه أن يأتي إليهم وأن يستمع إليهم، وفي هذه الجلسة طلبوا منه هذا مباشرة: أي قرار، أي مشروع تاخدوه في الداخل أو الخارج لازم يعرض على مكتب الإرشاد لكي يوافق عليه بالقول الفصل. فرد الرد الذي قلت عليه. في تاريخ الإخوان المسلمين هناك تصادم دائما مع السلطة، سواء كانت سلطة ملكية أو سلطة الجمهوريين، سلطة مبارك، سلطة عبد الناصر السادات والسلطات الأخيرة، وبالتالي هذا الصدام أدى إلى إعدامات، إلى سجن، إلى ملاحقة، وزرع يفترض داخل المجتمع المصري أنه تنظيم غير مرحب به لا اجتماعيا ولا سياسيا. ومع ذلك صمد هذا التنظيم حتى الآن بشخصيات مهنية، محامين، أطباء، رجال أعمال، كل ذلك. ما سر ذلك؟ أن لا نستعيب من كوننا إخوان مسلمين رغم أن المجتمع والسياسي والإعلام ضدنا. دعني أقول لك أن هناك فاصل واضح جدا بين 30 يونيو 2013 وما قبله. قبل 30 يونيو، أو دعنا نقول قبل ثورة
يناير 2011 كان المجتمع المصري غالبيته مصطفا خلف الإخوان المسلمين يدافع عنهم. يدافع عنهم لأنهم مضطهدون في العصر الملكي والعصر الجمهوري، ملاحقون في العصر الملكي والعصر الجمهوري، يخرجون من السجون ليعودوا إليها مرة أخرى. ولذلك هناك دراسة قيمة جدا عملها أحد الباحثين الأكاديميين تقول أن الانتخابات التشريعية في مصر سنة 2012 والانتخابات الرئيسية في مصر سنة 2012 كانت تدور حول الرجل الشارع الذي يقول إحنا جربنا كل النظم، جربنا الرأسمالية وجربنا الاشتراكية وجربنا النظام المختلط، ادوا الإخوان المسلمين فرصة أن هم يحكموا. واحد. اتنين، الجماعة دول يعرفوا ربنا بين قوسين، وبناء عليه لما تقول لرجل الشارع المصري الجماعة دول يعرفوا ربنا يبقى في مخيلته أمرين اتنين، أن يحكمون بالعدل وأنهم يحاربون الفساد. للأسف الشديد الفترة التي أمضاها الرئيس السابق محمد مرسي في الحكم لم تدلل على مصداقية هذين الأمرين، لا هم قادرين على الحكم ولا هم بتوع ربنا. ولذلك من يونيو 2013 إلى اليوم أصبح الاصطفاف ليس من قبل الأجهزة الأمنية ضد الإخوان المسلمين، وإنما اصطفاف مجتمعي زائد، وهذا أول مرة، أول مرة زائد الأجهزة الأمنية ضد الإخوان المسلمين. ما السر؟ هقول لك حتى في عز شعبية الناصري في تلك الفترة لم يكن المجتمع يعتبر أن الإخوان المسلمين عدو أو خصم، لا لا كانوا مضطهدين. بالعكس ده لما سيد قطب خرج من السجن سنة 65، ليه في سؤال الطرح ليه أفكاره انتشرت؟ أفكاره انتشرت لأن المجتمع كان ضد كل الممارسات القمعية حتى ولو كانت من هذا القائد القومي، ضد كل الممارسات القمعية التي يلاحق بها الإخوان المسلمين. مش معنى هم دول الناس بتوع ربنا، دول بيقولوا قال الله وقال الرسول. الجزء الخفي الذي كنت تسأل عنه في العمل السياسي والعمل السري لم يكن واضحا لرجل الشارع. لما تولى الرئيس السابق محمد مرسي سدة الحكم بعد انتخابات نزيهة أو غير نزيهة، ديمقراطية أو غير ديمقراطية، ثبت فشل كل هذه القيادات. كان بعض الناس يقول لك إيه، هم يقدروا يعملوا الحكومة واثنين وثلاثة واربعة، ثبت أنهم لا يملكون كوادر تدير العمل اليومي. يقدروا يحاربوا الفساد، ثبت أنهم لا جزء من العملية المفسدة في مصر. القضية كانت أنهم تربوا جميعا بلا استثناء، كل الكوادر الموجودة حاليا في السوق وكل الكوادر الموجودة في الشارع وكل الكوادر الموجودة خلف القضبان، جميعهم تربوا في الثلاثين سنة اللي حكم حسني مبارك. والسؤال الذي يطرح نفسه، إذا كانت فترة حكم حسني مبارك كلها فساد، وبناء عليه هذا الفساد ألم ينعكس على تحركات سياسية من جانب الإخوان المسلمين ومكاسب اقتصادية حققها الإخوان المسلمين؟ في كلام عندما نسمع بالاسم الإخوان المسلمين، تاريخ هذا التنظيم منذ حسن البنا مرورا بسيد قطب وكل المرشدين، هناك سؤال كبير، هل كان هناك خلاف أو تناقض ما بين جماعة الإخوان المسلمين وبين الإسلام بمؤسساته المعروفة، الأزهر، السعودي، مكة، الشيعة، السنة، هل كان هناك تكامل؟ هل بعض المؤسسات استفادت من وجود تنظيم اسمه الإخوان المسلمين؟ كيف قبل الأزهر أن لا أقول يعني يتنازل، لكن يرى أنه هيبته ومصداقيته على المحك بالمقارنة مع ما يقوم به جماعة الإخوان المسلمين؟ دعني أبدأ من معلومة جاءت على لساني، وهي تنصيب الملك فاروق سنة 1937 ملكا على البلاد بعد وفاة والده. حاول حسن البنا أن يجبر حكومة النحاس باشا على برنامج تخيلي، أن يمنح الملك الجديد سيف جده محمد علي من خلال شيخ الأزهر الشيخ المرغي عليه رحمة الله، وبعدها بعد هذا التنصيب يأم جلالة الملك فاروق الذي كان سنه 17 عاما في هذا الوقت، يأم المسلمين كعلامة على أنه هذا هو الخليفة المنتصر. الاثنين وقفوا ضد هذه الفكرة، النحاس باشا والشيخ المرغي. من أسف شديد جماعة الإخوان المسلمين استطاعت بتحالفها مع أحزاب الأقلية ومع القصر أن تسقط حكومة الوفد، ولكنها لم تنتصر على
مؤسسة الأزهر. ولذلك ظل الأزهر شوكة في حلق جماعة الإخوان المسلمين منذ ذلك التاريخ، خاصة وأن جمال عبد الناصر كان يتبنى مؤسسة الأزهر. أنور السادات حاول بشكل أو بآخر أن يوازن بين جميع الأطراف، ولكن قضية الأزهر بالنسبة للإخوان المسلمين كانت قضية مريرة جدا، لدرجة أنهم خلال العام الذي تولوا فيه السلطة حاولوا أن يلعبوا على مجموعة من الحبال. أولها إهانة شيخ الأزهر الحالي، ثانيا العيب في الهيكلية المؤسساتية لوساطية الأزهر، كل ذلك لكي يجلسوا رجلهم المطلوب على هذه القمة. المحاولة كانت ثلاثية الأبعاد، مؤسسة الأزهر، مؤسسة الدينية، المؤسسة القضائية، المؤسسة العسكرية. ولك وللمشاهد أن يتخيل ماذا لو كان التمكين الخاص بجماعة الإخوان المسلمين استطاع أن يضع يده على هذه المؤسسات الثلاثة. سنتوقف مع فاصل قصير، نعود إلى متابعة هذا المشوار الكبير لجماعة الإخوان المسلمين من خلال الكتب الأربع ومن خلال معلومات الدكتور حسن عبدرب المصري. سؤال الأول بعد الفاصل هو حول الانشقاقات وحكاية الانشقاقات في جماعة الإخوان المسلمين بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. نذكر بضيف الحلقة دكتور حسن عبد رب المصري، الصحفي والكاتب المصري. نتحدث عن جدل الإخوان في أربعة كتب. سؤالي الأول حول موضوع الانشقاقات. أولا، ما الذي يدعو؟ أريد أن أسأل، هناك طبعا حاليا من ينتقد جماعة الإخوان المسلمين لكنه من يدافع عن حسن البنا. أولا، من هي يعني هذه العناصر؟ وهل هناك فعلا في السياق التاريخي من صادر فكر حسن البنا وجعله جماعة لا تنتمي إلى الفكر، أم أن لا الجماعة هي جزء من فكر حسن البنا؟ لا، هو أنت أصبت كبد الحقيقة عندما قلت أن هناك من فصل بين فكر حسن البنا وبين جماعة الإخوان المسلمين في ثوبها السياسي. دي حقيقة أنا أوافقك عليها. الانشقاقات كثيرة جدا، والانشقاقات حصلت أيام حسن البنا، ويمكن أن نعدد عناوين كثيرة جدا تحت هذه الانشقاقات. بداية الانشقاقات كانت حول ما هو دعوي وخيري وما هو سياسي، ويليها أن حسن البنا كان في بعض الأحيان يحابي بعض الكوادر على حساب كوادر أخرى. الانشقاقات حصلت بعد ما حصل قرار حل الجماعة سنة 48. انشقاقات حصلت على أثر إعلان التنظيم السري للإخوان المسلمين. انشقاقات حصلت بعد المواجهات التي كانت صادمة بين الضباط الأحرار وبين جماعة الإخوان المسلمين. 54 شهدت انشقاقات. الانشقاقات الكبرى حصلت بعد المحنة الأولى التي يسمونها المحنة الأولى، لما حصل سجن من سنة 54 ل 64. الانشقاقات الحالية موجودة، ولكني لا أستطيع أن أدلي فيها بدلوي لأنها كلها مظاهر لم يتأكد بعد منها. لكن هي انشقاقات نهائية أم كانت أزمات؟ بعضها كان انشقاقات نهائية، وهناك من انفصل زي الشيخ الغزالي عليه رحمة الله، حصل انشقاق وانفصل الراجل عن الجماعة. حصلت انشقاقات سنة 77 و78 على أثر قيام المرشد العام بضم القيادات الطلابية التي كانت تحارب فكر السادات القمعي والاستسلامي، وتوسموا فيها أنها ذات خلفية سياسية إسلامية، وبناء عليه يمكن أن تنضم. كثيرين ممن كانوا مندرجين في هذه الجماعة انسحبوا من صفوفها على أثر ضم هذه القيادات التي ظنوا أنها غير قادرة على التفعيل. هذه الانشقاقات جميعها اليوم تمارس بشكل أو بآخر، سواء على مستوى الصف الثاني والثالث أو على مستوى الشباب. ولكني أكرر مرة أخرى، لا أستطيع أن أدلي بدلوي فيها لأنها لم تثبت صحتها أو نفيها بعد. في تاريخ الإخوان المسلمين هناك دائما هذا اللغط، هل الإخوان المسلمون موافقون أو مقتنعون بمبدأ الديمقراطية؟ هل هم مع الديمقراطية أم لا؟ هم على الأقل كانوا أكثر جرأة من بقية الجماعات الإسلامية وخصوصا السلفية إلى آخره، التي رفضت هذه الجماعات المشاركة في أي عملية سياسية لأنها تعتبر الديمقراطية بدعة إلى آخره. لكن الإخوان المسلمين مشوا في هذا المسار. إلى أي حد كانوا من حسن البنا إلى الآن مقتنعون بالتناوب على السلطة عبر صناديق الاقتراع؟ لم يكونوا في يوم من الأيام مقتنعون إلا
عن طريق الوصول للسلطة عبر الصناديق. النهج الديمقراطي كما تعيشه الدول الديمقراطية العريقة ليس واردا في فكر الإخوان المسلمين. التربية السياسية للكوادر الإخوانية من مرحلة ثانوي إلى مستوى مكتب الإرشاد أو مجلس الشورى لا تمر بأي نوع من الديمقراطية، لأنها تعتمد على مجموعة من الركائز التي لا بد أن تكون معروفة. الارتكاز الأول هو السمع والطاعة. الارتكاز الثاني هو أن يكون هناك بيعة لرجعة فيها. ولذلك لو تفتكر حضرتك والسادة المشاهدين أنه بعد فوز محمد مرسي بمنصب رئيس الجمهورية في مصر أعلن أنه فض بيعته مع محمد بديع، وهذه كانت تمثيلية وليس فيها حقيقة، لأن البيعة لا رجوع فيها. يتوسمون أن هذه البيعة تمثل نوع من الولاء والبراء لمن يقف اليوم في مكان سيد محمد. وهذه البيعة تمنع الجدل والنقاش الداخلي؟ لا، مش ما تمنعش الجدل والنقاش الداخلي، ولكنها تحمي القرار النهائي الذي قد يؤخذ بالأغلبية أو بالأقلية. هذه هي البيعة. في العهد الملكي لم يكونوا يؤمنون بتدور السلطة. لما جمال عبد الناصر ألغى الأحزاب هللوا وكبروا لأنهم يريدون مثل هذه العملية. لما أنور السادات عمل بالتحددية الحزبية الشكلية هللوا وكبروا، ليس لأنهم ينمون الانضمام إلى هذه التعددية. كيف صلحوا الفكرة التي كانوا يدافعون عنها أساساً، هي فكرة الخلافة؟ نعم، يعتبرون أن كل منطق جمعيتهم هي الاسترداد للخلافة. كيف يمكن مصالحة فكرة الخلافة وفكرة الديمقراطية على الأقل فيما يعلنون؟ بص، الأستاذية والعالمية والخلافة هذه هي الركائز التي يعتمد عليها التنظيم العالمي، وكل منهما لا تؤدي إلى نتيجة عبر الديمقراطية. المرشد العام قمة هذا الهرم، ليس هناك اختيار بين اثنين. يقولون مصطفى مشهور، خلاص مصطفى مشهور، وتمنح له البيعة في أي مكان. التلمساني جاءته فرصة على طبق من بلاتين لكي ينوع من أداء الجماعة لما رضي عليها محمد أنور السادات وأخرجهم من السجن، وكان قريبا جدا. المرشد العام مع رئيس الجمهورية كانوا أقرباء جدا، ولكن شهوة الوصول إلى السلطة بأسرع وقت وعن أي طريق حتى لو كان الصندوق ثم نقذفه في البحر، هذه القضية الأساسية. الديمقراطية ليست إلا شكل ومعبر من النقطة داخل السجون إلى سدة الحكم ثم يلقى في الشارع. هناك من يزعم، وأنا لم أطلع على هذه الوثائق، أن الكثير من الأدبيات الخاصة بجماعة الإخوان المسلمين كانت تحض على أن نصل إلى كرسي الحكم بأي وسيلة ولن نتركه. وأحدهم ينسب هذا القول إلى حسن البنا، ولكني لم أرى. القضية بالنسبة إليهم أنه التربية الأساسية ليس فيها ديمقراطية. عندما ينزل الشاب الكادر الموجود في حضن الإخوان المسلمين إلى الشارع لكي يقوم بخدمته، يقوم من خلال علوية شأنه وسمو مكانته على هؤلاء. المفروض أن يعلمه. الديمقراطية ليس لها صلة بالجهادية التي يفرضها الإخوان المسلمين على شبابه. في أيضا برامج الإخوان كانت تتطاحن مع اليسار والقوميين كل ذلك، وكان هناك أسئلة كبيرة حول موقف الإخوان من المرأة، من ولاية المرأة، موقف الإخوان من المسيحيين، من غير المسلمين، كل ذلك. وكنا نشعر في كل مرة أن هذا النقاش نقاش محرج، يخرجون به أحيانا بشعارات وتصريحات لا نعرف يعني إذا كان حصل جدل داخلي توصلوا من خلاله إلى قرار أو قناعة كاملة في علاقتهم مع ولاية المرأة أو ولاية القبطي. موقفهم من المرأة ليس مبنيا على أساس تشريعي ولا على أساس فقهي، وإنما هو يخلط بين الاثنين ويلون الموقف بنوع من السياسة القابلة للتنازل أو القابلة للتهميش أو القابلة للنسيان. المرأة في فكر الإخوان المسلمين تابعة لا يحق لها القيادة، وإذا فرض وكان الظرف يتطلب أن تكون لها مسؤولية فلتكن هذه المسؤولية تحت حماية الرجل. الأسرة تدور فلكيا من خلال فكر الإخوان المسلمين حول الرجل. السيادة في المجتمع على قمة الدولة
وعلى قمة الحكومة وعلى قمة المجتمع وعلى قمة الأسرة هي للرجل. وإذا كان هناك نوع من التنازل فهو بقيادة الرجل. لكن هم يعني يتحدثون عن ماذا؟ هم ضد أن تكون المرأة نائب في البرلمان مثلا أو وزيرة في الحكومة؟ وزيرة في الحكومة ضد وزارة. لكن يفتح لها باب البرلمان، يفتح لها باب البرلمان، وأن يكون لها تخصصا بعيدا عن الاختلاط. حتى الزي بعض الأدبيات بتاعة الإخوان المسلمين تقول أن الزي هذا يجب أن يفرض على الجميع، لأنه من ضمن مفاسد المجتمع كما يرونها هو الزي والخلاعة وسلوكيات المرأة وعدم انضباط الحركة بين المرأة والرجل في المجتمع. طبعا هناك خطاب شهير موجود على اليوتيوب للرئيس عبد الناصر يتحدث عن أن مرشد الإخوان طلب فرض الحجاب على النساء. نعم. ولهذا لما تتجادل بشخصيتك الإعلامية أو بشخصيتك السياسية أو بشخصيتك الحقوقية في هذا الموضوع لا يسير النقاش في استكمال الحوار، وإنما يصب جام الغضب على عبد الناصر الذي قال هذا الكلام المغلوط. أريد أن أفهم منك أيضا علاقة الإخوان في مصر، بمعنى مصر التاريخ، مصر الفرعونية، مصر الآثار، مصر الأهرامات، مصر الفنون، مصر السينما، المسرح، كل ذلك لدينا شعور أنهم ينتمون إلى مصر أخرى، هل هذا صحيح؟ خلينا نفرق بين الجزء الأول من سؤال حضرتك، وهو مصر، مصر الشعب والتاريخ والجغرافيا. هم ينظرون إلى مصر كجزء من العالم الإسلامي، جزء من الخلافة الإسلامية. وبعض التقارير التي تسربت خلال الشهرين الماضيين كانت تصب في مقولة أن التحالف بين الولايات المتحدة الأمريكية وجماعة الإخوان المسلمين، التنظيم العالمي للإخوان المسلمين، كان يريد أن يجعل من مصر نموذجا إسلاميا يضاهي أو يتعاون مع النموذج التركي لكي يخلق ما يسمى بالخلافة الإسلامية. الخلافة الإسلامية يعملها أردوغان، يعملها المرشد العام بتاع الإخوان المسلمين، مش دي القضية. لكن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تريد أن تجعل من مصر نموذجا ينتشر لكي يحقق هذا الهدف. مصر الأثار، ملاحظتك عندما تقول الخلافة يعملها أردوغان أو بمصر مش قضية، هي فعلا لدى الإخوان ليست قضية؟ ألم يطالب بأن يكون الخليفة مصري أو الخليفة عثماني أو الخليفة؟ أنا أشرت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا يعنيها في شيء أن الخلافة الإسلامية يعملها أردوغان أو يعملها الإخوان المسلمين. لما تسألني بقى الإخوان المسلمين عايزين إيه، لا الإخوان المسلمين عايزين الخلافة تبقى من مصر والخليفة يبقى تحت إيدهم، بغض النظر عن تركيا عايزة إيه والولايات المتحدة الأمريكية عايزة إيه. لكن هذا التحالف بين الثلاثة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لا يعني أن هي هتيجي في صف ده أو في صف ده، لكن من منهما يحقق هذه الخلافة أهلا وسهلا. يعني هي المناسبة اللي أسألك حول مصرية الجماعة، حول فكرة المصرية، علما أنه الإسلام يعني عبر الحدود والهويات. مصر بالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين وعاء يستطيع منه أن يدشنوا الفكر الإخواني الذي من المحتمل أن يسود حول العالم. مصر جزء، ولذلك يمكن خلال المحاكمة التي سوف تجري للرئيس السابق محمد مرسي سوف تكتشف أن هناك نوع من التنازلات، الوعود التي قال بها لبعض القوى السياسية المحيطة بمصر أن هذا الإقليم ممكن أن نتنازل عنه، هذا الكيلومتر ممكن أن نتنازل عنه، هذه المسافة ممكن أن نسمح بها وهكذا. فكرة أن يكون هناك وطن له حدود يدافع عنها، ودي الحدود دي المصرية، ودي الحدود المغربية، ودي التونسية، ودي السعودية، هذه ليست موجودة. المجتمع الإسلامي يجب أن يكون بلا حدود، ولتكن مصر هي البداية وهي النموذج. الآثار بالنسبة لهم تاريخ مضى وانتهى طالما أنها ليست آثارا إسلامية. الفنون بالنسبة لهم بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حتى التصوير الفوتوغرافي، بعض منهم يقول أنه ليس له حاجة إلا فيما يخص بالعلاقات بين نظام الدولة وبين الأفراد. السينما حرام، صوت المرأة حرام، الغناء حرام، التماثيل حرام، حتى لعب الأطفال يقولون أنها محاولة لمحاكاة الخالق تجلى وعلا. القضية الأساسية أن عناصر الحياة كما يعيشها المواطن العادي البسيط ليست موجودة. موقفهم من الفنون موقف مبدئي،
كل ما لم يكن هناك له أصل ووجود في عهد الرسالة عليه الرسول عليه الصلاة والسلام غير مقبول، إلا ما تحتمه الظروف. والظروف لا تحتم السينما ولا تحتم الغناء ولا تحتم الفنون ولا تحتم الرسم ولا تحتم النحت ولا تحتم أي شيء من هذا، ولكن إذا كان هناك تاريخ فليكن في الماضي، إلا ما يمت بالصلة للدولة الإسلامية والحكومة الإسلامية. أريد في هذا القسم أيضا أن يعني نأخذ حيز نتكلم عن التنظيم الدولي. أولا لا نعرف إذا كان هذا التنظيم الدولي هو تهمة، التنظيم الدولي هو زعم، هو وهم، هي فانتازيا، هل هو موجود ماديا أم هم جماعات الإخوان المسلمين في كل الدول العربية تنسق مع بعضها بشكل أو بآخر في اجتماعات. هل حضرتك تجزم أن هناك تنظيما دوليا للإخوان المسلمين؟ نعم، أجزم بأن هناك تنظيما دوليا للإخوان المسلمين، ولنا أنا وأنت صديق مشترك كان متحدثا رسميا عن هذا التنظيم في فترة من الفترات قبل ما يحدث اغتيال محمد أنور السادات. علم المرشد العام للإخوان المسلمين بأن هناك حركة اعتقالات سوف تجري بين يوم وليلة، فخرج من القاهرة إلى الكويت وبقي في الكويت فترة، ومن الكويت سافر إلى ألمانيا. مصطفى مشهور في ألمانيا نزل عند زوج بنت حسن البنا دكتور سعيد رمضان، وتنفذ هذا الموضوع بشكله الذي توقع الناس أن يروه بعد ذلك من خلال إقامة مصطفى مشهور مع سعيد رمضان في ألمانيا. التنظيم الدولي موجود، والتنظيم الدولي هو الآن الذي يدير الأمور في مصر، لأن كل القيادات الصف الأول والثاني خلف القضبان، والصف الثالث والرابع والكوادر العادية لا تستطيع أن تدير هذا الموضوع بشأنها. التنظيم الدولي هو الذي يمول كل العمليات. الأسبوع الماضي كان هناك وفدا من الدبلوماسية الشعبية المصرية موجودا في لندن، وأذاعت الفاينانشال تايمز، صحيفة الفاينانشال تايمز، منذ 3 أيام أن التنظيم الدولي اشترى مساحة إعلانية في جريدتين بريطانيتين وجريدة ألمانية، وعرض عليها أن يشتري منها صفحة إعلانية وهي رفضت. تكلفة هذه الصفحة 100,000 جنيه استرليني. من أين؟ هذه واحدة. الثانية، من المعروف على مستوى حتى الكوادر العاملة في داخل جماعة الإخوان المسلمين أن التنظيم الدولي ليس له عاصمة محددة، وإنما ينتهزون فرصة أي تجمع إسلامي لكي يتقابلوا في هذه العاصمة أو هذه المدينة التي تدير هذا الزيارة أو تدير هذا المؤتمر. حدث لهم أكثر من تجمع في مواسم الحج في مكة المكرمة أو في جدة أو في المدينة المنورة. التنظيم الدولي الذي ظهر إلى الوجود في بداية 80s القرن الماضي أيضا عانى من الانشقاقات، زي ما حضرتك طرحت السؤال وأنا رديت عليه، عانى من الانشقاقات لأسباب كثيرة جدا، من بينها أنه ليس بالضرورة أن يكون المرشد العام في مصر هو المرشد العام للتنظيم الإعلامي. التنظيم الدولي عانى من انشقاقات بعد غزو قوات صدام حسين للكويت، لأن مواقف تناقضت بالضبط كده، لأن هناك من كان يقول أنها قوات إسلامية ولا يصح أن نستعين بالأجنبي لإخراج القوات الإسلامية من الكويت. الآن هناك نوع من مش الانشقاقات، ولكن الحوار العالي الصوت، لماذا نظل في عملية تصعيد مع النظام الحاكم في مصر، ولكن التنظيم الدولي هو الذي يتحكم في هذا الموضوع بشكل أو بآخر. هذا يقودني عندما تتحدث عن المثال الذي يعني أوردته حول يعني شراء صفحات في جرائد الآخري حول التمويل. هذا التنظيم هناك إجماع أن هذا التنظيم تنظيم غني يملك مؤسسات مالية، تحدث عن المؤسسات الموجودة في مصر وخارج مصر أيضا. هل هذا التمويل هو تمويل خاص أم هناك تمويل رسمي أيضا؟ هناك تواطؤ رسمي سواء كان عربي إسلامي أو أجنبي في تمويل الإخوان المسلمين؟ ليس تواطؤا وليس تمويلا رسميا، ولكن هي القاعدة إيه؟ أن الكثير من محبي جماعة الإخوان، الكثير من الكوادر العاملة في صفوف الإخوان سواء كانوا في الداخل أو في الخارج يرحبون كثيرا جدا بأن يمدوا يد العون لهذا التنظيم.
بعض المرتبطين وبعض القريبين جدا. احيانا عندما تحدث عن عون هذا يتناقض ما نعرفه من مؤسسات ماليه كبرى نعم تملكها الجماعه فيه. نعم ملكيه المؤسسات الاقتصاديه والاستثماريه والخدميه في داخل مصر وفي خارج مصر شيء، والمعونات التي تقدمها بعض الاسر الكبيره في محيط الدول الخليجيه شيء ثاني. الدعم المادي الذي يقدمه بعض الأثرياء من العرب ومن المصريين على مستوى الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية شيء تاني، وخصوصا أن بعض هذه الدول تعفي التبرعات من الضريبة، لكن المؤسسات الاقتصادية شيء والدعم المادي شيء تاني. هناك من التصورات التي تقول أن كل ريع سين من المؤسسات في أوروبا يذهب إلى الإخوان المسلمين، وهذا خطأ ليس صحيحا، لأن الإشراف الضريبي والرقابة المالية التي تمارس في الدول الأوروبية شيء، وما يمارس في دولنا شيء تاني. ولكن القضية الأساسية أن هناك تبرعات كثيرة جدا، وهناك دعم كثير جدا، وخصوصا من داخل مصر ومن المنطقة العربية، وخاصة من دول الخليج. البداية كانت عندما خرج مجموعة من كوادر الإخوان المسلمين بعد حادث 54 إلى السعودية وإلى بعض الدول الخليجية التي لم تكن قد تحولت إلى دول من بعد. الوجود الخاص بالإخوان المسلمين في المنطقة العربية على وجه التحديد الدول النفطية هو الذي يدعم هذه القوة الاقتصادية. ولك مرة أخرى أن تتخيل أن كل الإمبراطورية الاقتصادية والاستثمارية والخدمية التي صنعها الإخوان المسلمون خلال 30 عاما الماضية وقعت وحصلت في عهد حسني مبارك الفاسد. سأكتفي بهذا القدر هذا المساء مع دكتور حسن عبد رب المصري، لكي نكمل في الأسبوع القادم في حلقة جديدة نفتح فيها أيضا الملف الإخوان، لكن سنفتح الملف مما ذكرته في آخر هذه الحلقة حول علاقة الإخوان بالخليج، تمويل الخليج، حول أيضا هذا التناقض ما بين جماعات الإخوان المسلمين الذين يشكلون التنظيم الدولي في مفارق معينة لها علاقة، موقف من سوريا، الموقف من حرب الخليج، موقف من إسرائيل، موقف من التسوية، كل ذلك. فأشكر لك وتواجدك معنا، موعدنا الأسبوع المقبل، وأشكر حسن الانتباه والمتابعة. إلى اللقاء الأسبوع المقبل.